وصلنا معكم لفقرتنا الطبيه. بيلعب التوتر دور كثير كبير ومهم بالمشاكل الجسديه اللي ممكن بيعاني منها كثير من الاشخاص ببعض الاحيان، حيث انه العامل النفسي كثير بياثر على صحه الانسان وبياخذ حيز كبير من اسباب المرض. عن جد، فواحد من تاثيرات التوتر بتكون على الجهاز الهضمي والمعده تحديدا. هذا الشيء ممكن يسبب عدم راحه، تعب للشخص المريض، عدا انه العامل النفسي هو المشكله والشخص ما بيعاني من اي مرض جسدي. يعني في كثير اشخاص بنقول انه يعني حالتهم النفسيه هي داء ودواء. لنعرف اكثر عن تاثير التوتر على الجهاز الهضمي، خلونا سوا نرحب بضيفنا يلي صار معنا بالاستوديو، الدكتور فواز النقاش، الاستشاري بالامراض الهضميه والكبديه. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير لكم لجميع الاعزاء المشاهدين. اهلا وسهلا. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك معنا لليوم. عم نحكي عن الستريس، عن التوتر، عن القلق، عن العصبيه اللي ممكن كثير بتاثر على اشخاص. كل شخص بظن بتاثر على عضو معين بالجسم. بالضبط. ولكن خلينا نحكي عن الاشخاص اللي تاثيرها على الجهاز الهضمي اكثر، هل فعلا العامل النفسي ممكن ياثر على الجهاز الهضمي؟ والله العامل النفسي له الدور الكبير بتحفيز جميع الامراض وبانقاص المناعه، وبالتالي في دراسات غير مثبته بتقول انه نقص المناعه اللي ناتج عن التوتر النفسي المستدام والطويل عند الاشخاص الشديدين اكتئاب والشديدين توتر، نقص المناعة المستدام عندهم كمان ممكن يكون تحفيز لنمو خلايا سرطانية. فلهالدرجة ممكن يوصل حتى الأشخاص اللي عندهم أمراض تانية مثل ارتفاع الضغط الشرياني والداء السكري ممكن تشتد الأعراض عندهم بحال وجود الأعراض، بحال وجود التوتر والانفعال والقلق والاكتئاب وما شابه من هالأمور. هي كمان نفس الشيء بالنسبة للأعراض القلبية، خفقان قلب وضيق تنفس وأعراض صدرية، هي كلها موجودة بسبب العامل النفسي. ولكن تأثير الأهم دائما، الهدف الاكبر للعامل النفسي مع الاسف هو الجهاز الهضمي فعلا، مثل ما ذكرتوا. فكلكم بتعرفوا انه الانسان احيانا بيكون بحاله مسترخيه تماما، بحاله رايقه تماما، بياكل وهو مرتاح، ما له مزعوج نهائيا، بيشعر انه ما عنده اي تقل او انزعاج وعم يهضم طعام بشكل جيد، وبتجي لنفرض عم بفترض تجي مكالمه هاتفيه مزعجه جدا، بيشعر انه معدته وجعته، صار عنده غثيان، ممكن توصل لمرحله الاقياء، اشتدت الحموضه عنده، صار غير قادر انه يتمم عمليه الهضم بالشكل المناسب، وبالتالي اثر تاثير مباشر وفوري على انعكاسا لحاله التوتر الفجائيه اللي اجت عبر الهاتف هذا اللي احنا ذكرناه. طبعا اعطيت مثال، ولكن في اشخاص في امثله كثيره في اشخاص قلقين بطبيعتهم، في اشخاص اساسا متلازمه تهيج الكولون او توتر الكولون او تعصيب الكولون، هي من اهم الامور اللي لازم نحكي عنها. طبعا نحكي عن الكولون العصبي، هي اساسا ما في مرض ولا ممكن تتحول لمرض خبيث، ولكن مرتبطه بحاله التوتر والانفعال والتعصيب، يعني السبب تبعها هو عامل نفسي لا اكثر ولا اقل. طبعا رح اذكر بقيه الامور شوي بعدين، بدي ركز على الكولون العصبي لانه هو من اهم المشاكل اللي ممكن يواجهها الشخص المتوتر الانفعالي. زيادة وزن، بيلاحظ بيقول لي الشخص انه انا عم باكل كميه قليله وعم يزيد وزني، طبعا ممكن بده يزيد وزنك لانه الاجهاد والتوتر بيولد بالنهايه افراز الكورتيزول اللي بيساهم بعمليه اذا يعني قد ما اكل قليل فمعناتها الوزن ممكن يكون يشتد ويزيد، وبالتالي اذا ما حسن ينقص وزنه ما حيحسن، على الاقل بيحافظ على وزنه او بصير قابل لزياده الوزن. لذلك من مشاكل التوتر النفسي هو اكتساب الوزن او زياده الوزن، بنضيف عليه حرقه المعده مثل ما قلت لك قبل شوي. الشخص طبيعي احيانا فبيشعر انه معدته صارت تغلي، صار في عنده حرقه بالمنطقه هي، صار يشعر بانه الاكل غير مهضوم، وصار فعلا ينزعج حتى احيانا ولو بدون طعام. فحموضة المعدة بتختلف تماما، وبالتالي حموضة المعدة المسؤولة عن امتصاص البي 9، البي 12، الزنك، الكالسيوم، حتى الحديد، اذا اضطربت ممكن يصير معه اضطراب بامتصاص العوامل هي كلياتها. نعم. واضافه للاعراض المزعجه، وبتزيد الاعراض هي اذا كان عنده فتح حجابي او عنده وهم بمعصره الفؤادي اللي هي الوصله ما بين المري والمعده، فبتشتد الاعراض اكثر واكثر. اضطرابات النوم والارق والقلق بالليل كمان ممكن تزيد نفخه بالبطن. التوتر مباشره رح يسحب الدم الى اعضاء اخرى. نعم. وبالتالي يعني نقصت الترويه الكولونيه، صار في تخمرات بالجهاز الهضمي، اشتدت النفخه والغازات بالجهاز الهضمي، وبالتالي شعر الانسان بانه صار عنده نفخه بعد الاكل،
بجوز كان يعاني من سابقا ولكن لا صارت اشد وطأة، بجوز ما كان يعاني من سابقا ظهري بسبب حالة التوتر والانفعال اللي كانت موجودة عنده. تفضلي، ما بدي كأنه لا بالعكس، يعني كلامك جدا دقيق دكتور، حكيت شيء كثير مهم اليوم. تماما. في كثير اشخاص بنسمع عنهم انه هن بستيج 2 من الكانسر ولكن بيوصلوا لمرحله الوفاه للاسف. تمام. وفي كثير اشخاص بيكونوا بمراحل متقدمه ولكن بيقدروا يتغلبوا على المرض، فالعامل النفسي جدا مهم اليوم. بالضبط. وبيلعب دور رئيسي. والجهاز الهضمي مثل ما حكيت مرتبط مباشره بالاعصاب، فدكتور قديش تاثير العامل النفسي عم بيكون على الجهاز الهضمي تحديدا؟ قبل ما نفوت بكل هي التفاصيل ونقول كولون عصبي او امتناع عن الاكل او افراط بالاكل. طبعا الاليه عصبيه، نحن مثل ما قلنا الدماغ بالنهايه هو المحرك الاساسي. حتى احيانا انا وقت بكون عم نحكي حتى بالعياده مع الناس المناقشات له في زرع قلب وفي زرع كبد وفي زرع كليه، ولكن ما في شيء اسمه زرع راس بالدنيا. وبالتالي الانسان بدنا نتعامل مع الكيمياء تبع الدماغ. التعامل مع الكيمياء تبع الدماغ بيكون حسب شدة الاضطراب النفسي اللي عند الشخص، حسب البنية النفسية اللي موجودة. في أشخاص بمجرد ما تطلع فيهم تحسي إنه البنية النفسية عندهم مضطربة جدا وبيحتاجوا إلى كم علاجي من مختلف وكبير لحتى لإمكانية السيطرة على الحالة التوترية الموجودة عندهم. نعم. طبعا الارتباط مباشر ما بين الأعصاب وما بين الجهاز الهضمي، فهذا شيء واضح مثل ما حكينا. والأكثر ظهورا واللي هن أكثر من نص المرضى اللي بيراجعوا العيادات الهضمية المشافي، لا أحيانا بيبقى فيها حالات متقدمة شوي لأنه بترجع لحالات اختصاصية، ولكن العيادات أكثر من نص المرضى هن حالات تهيج قناة هضمية، أو بسموها باللغة العامية تشنج الكولون. التشنج الكولون ليش نحن نقول عنه تهيج القناة الهضمية؟ لأنه ما في شيء اسمه تهيج الكولون فقط لا غير. القناة الهضمية بتتهيج بدءا من المري مرورا بالمعدة والأمعاء وانتهاءا بالكولون. فبيلاحظ الشخص هذا انه صار عنده غصة، هو عم يشرب المي، المي علقت فيه، ما عادت مرقه المي بالشكل المناسب، معدته صارت توجعه، الام بطنيه متنقله، الام بطنيه ما لها محل ثابت، وبالتالي صار الشخص يشعر بالالام بفترات متقطعه تبع للحاله التوتريه الموجود فيها، والحميه اللي هو ملتزم فيها بشكل مناسب او غير مناسب. احيانا على فكره الحميه نحن بنلزم المريض فيها، ولكن لو كانت حالته التوتريه العصبيه النفسيه كان ممكن نحن نتساهل معه تبعا، يعني تبعا لارتياحه النفسي قدر الامكان، قدر المستطاع. وبالتالي خلينا نحكي شوي عن الكولون، لانه الكولون من اشد الحالات اللي بيعانوا منها الحالات النفسيه. عنده اربع اعراض الكولون، هي الام البطن، الام البطن متنقله، مره يمين مره يسار مره فوق مره تحت، ما لها محل مطلق، متى ما كانت بمكان واحد من الجهاز الهضمي فهي تدعو للقلق. اذا الوجع بيجي دائما باعلى وايمن البطن فهذا يدعو للدراسه، واذا كان دائما الوجع بيجي باعلى ومنتصف البطن فهذا يدعو للدراسه. اما الالام البطنيه المتنقله يعني نحن بنطمن تجاهها اكثر، مره باليمين مره باليسار مره فوق مره تحت. الالام البطنيه اللي بتوقظ من نوم اللي بيكون الشخص نايم وبتفيقه من نومه، هي تدعو للدراسه قطعا. لا يجي شخص اللي عندي الام بطنيه انا بتفيقني من نص نومي، بكون غفلان فعلا من قلبي وبفيق من نومي على وجع، وانا بعتقد هي حاله تشنجيه متوتر، لا هون هي حاله تستدعي الدراسه. اذا الام البطنيه لا توقظ ليلا، غير موجوده بمنطقه واحده متنقله، احيانا مرتبطه بالطعام، احيانا غير مرتبطه بالطعام. منضيف عليها الالام البطنيه اللي هي العرض الاساسي بتشنج الكولون ومختلفه، العرض الثاني اللي هو احيانا امساك، احيانا اسهال، احيانا تبدل بين امساك واسهال. طبعا بالدراسات وبالغرب الاسهال منتشر اكثر لانه الكولون متشنج غالبا بيطرح الفضلات بشكل اقوى من الطبيعي، ولكن عندنا عم لاحظت بدولنا نحن الامساك عم يكون هو العرض الاوضح. فاغلب الناس اللي عندها تشنج كولون اغلبهم مو كلهم تعاني من الامساك اللي يتطلب علاج. الناس بتفكر انه الامساك
عرض بسيط يعني ممكن انه نحن بشويه تدابير بسيطه نخلص منه، ممكن ببعض الحالات، ولكن ببعض الحالات نوصل لمرحله من الامساك الشديد جدا المعند جدا اللي احيانا اشد انواع الادويه اللي نحن بنستخدمها احيانا لتنظيف الكولون تمهيدا لتنظيف الكولون ما بتعطي نتيجه. بحالات نادره بنضطر لجراحات كولونيه لحتى نخلص من الامساك. فنحن شبنا بالقصه علاوه على انه بواسير، تشققات شرجية، نزوف سفلية يلي تستدعي هي إن وجدت تستدعي دائما دراسة كولونية تنظيرية لنفي وجود أمراض عضوية، لأنه الطبيب دائما من صفاته الخوف والقلق، مو الخوف على أو التوتر ولكن خوف وقلق على حياة المريض، يكون في شغلة تمرق بدون ما يشوفها. النفخة والغاز، النفخة وتطبل البطن هي من الأعراض الهامة جدا بالكولون. فبيجي الشخص بيقول دائما منفوخ بطني، شو ما اكلت منفوخ بطني، يعني دائما متضايق وبحس انه بطني متوتر منفوخ، فمن الاعراض الملازمه، وخاصه اذا يعاني من البدانه فالاعراض بتزيد احيانا اكثر واكثر عنده. ومثل ما حكينا بدايه الحلقه كمان التوتر رح ينقص الترويه الوعائيه الكولونيه، مما رح يزيد حاله النفخه والتوتر عنده، وبالتالي بيشعر انه بطنه اوعيه عم تضيق عليه، بطنه عم يزعجه جدا، متطبل منفوخ متضايق منه، وحاله مزعجه. يعني احيانا عدم التخلص من الغازات واراحه الكولون عم تكون مشكله كبيره. بنضيف عليها كمان النفخه والمشاكل البطنيه عم تضغط على الصدر، وبالتالي الضغط على الصدر بفكر الانسان عنده حاله قلبيه، احيانا ضيق نفس. صح. الضغط على الصدر، خفقان قلب، على الحجاب الحاجز، صعوبه تماما على الحجاب الحاجز. واذا عنده كمان اعراض ثانيه ملازمه هالشخص مثل الفتح الحجابي المتوسط او الكبير، رح تزيد تشخيص اخر، ولكن هو التشخيص بالضبط رح تزيد الاعراض، رح تزيد شده الاعراض وتزيد الخفقانات، رح يفكر عنده مشكله قلبيه، رح يزيد ضيق النفس، رح يفكر عنده مشكله قلبيه. طبعا انا ما بدي اتساهل تجاه الامراض كلها، اساسا تشنج الكولون وحالات ولحتى نشخص انه المريض عنده حاله توتر هي اللي عم تؤدي لتهيج او مشاكل واضطرابات هضميه، فلا بد من اجراء دراسه لحتى ما نظلم المريض، انه نحن عم نقول انه هلا بيفكر انه عنده مشاكل قلبيه او اضطرابات نظم او مشاكل القلب كثيره او مشاكل وعائيه قلبيه او مشاكل صدريه، قطعا لازم نعمل دراسه. نحن ما بنشخص ولا بنقول انه هذا شخص مشكلته ناجمه عن التوتر الا بعد ما نتاكد من سلامه اعضائه، باقي الاعراض المرضيه بدنا نتاكد من سلامه اعضائه. كيف نتاكد من سلامه اعضائه بدنا نحكي فيها هلا اذا ما بدكم. تماما، يعني دكتور معلومات كثير مهمه اخذناها من حضرتك، وفعلا مثل ما قلت التشخيص دقيق جدا لتنفي باقي الاعراض والمشاكل الاخرى لحتى نحدد السبب الرئيسي لهيجان ان كان عامل نفسي او حتى عوامل ممرضه اخرى. تمام. ختاما نشكرك لوجودك معنا، المعلومات المهمه اللي اخذناها من حضرتك، والصحه والسلامه لك المشاهدين. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيكم يا ميتا. أهلين. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا، وتمنياتي بالصحه والعافيه للجميع. اهلا وسهلا.